السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان جابر من قناة منوعات إيمي. آخر يوم لينا بقى في الفندق، فحبيت إن أنا أشارككم فيه. شكر خاص لكل أهل المغرب. الأغنية معنا مغربية. الجو جميل جدا. كده طالعين على البحر، كده شايفين المنظر. لو حابة ان انتوا بقى تلفوا القرية ولا حاجة، في الحاجات اللي هي دي، عارفة الصغيرة دي، هي مجموعة فنادق كلها على البحر في سهل حشيش. هو البار يعني مش في بار. كده بقى نتين في البار نتقسم كباين. لو انت حكيت نزلوا الستارة كده عشان الشمس. دي قرية جميلة جدا بقى، مبنية كده على الممر الإسلامي والأندلسي. منظرها جميل جدا، فحبيت برضك ان انتوا تشاركوني الخروجة دي وتشوفوها معايا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله رهيب. انا بصور لكم نهار خارجي من الساعة حوالي 10:30. البحر تحفة. الفترة دي ما نزيدش. الهواء رهيب جميل عليل زي ما بيقولوا. شايفين هنا بقى كمان
بقى بيتم الشوي بالليل على حمام السباحة، وبعدين اللي عايز ينزل المية بينزل، واللي بيحب انه في حمام السباحة بالليل اللي بيفضل يعني حمام السباحة بيستنى على الظهر. أماكن جميلة جدا، واللي حابب اللي هو يجي يستجم. هي المتعة في انك انت تريح اعصابك يومين ثلاثة بسرعة عشان تستعيد نشاطك مرة تانية، وتبدأ بقى ايه رحلة تانية جديدة. رغم ان الساعة قربت على 11 لربع، بس ما شاء الله في نسمة هواء كده جميلة، حتى النخل والشجر ما شاء الله صوته جميل كده مع المية. والشمس ضوت عليها عروسه ما بين الشطان، وتغني الجبال عليها بلادي يا قره العيان. والشمس ضوت عليها عروسه ما بين الشطان، وتغني الجبال عليها يلي هارب من الاحزان. زور بلادنا تتعافى، نازلين بقى على البحر. اللي حابب يركب عجل، الناس بتركب عجل زي ما انتم شايفين، نوع انواع رياضة خفيفة البسيطة. أظن أنتم مستمتعين معايا بصراحة بمنظر الخضرة مع الشجر مع الأساس المعماري الجميل ده. هي أماكن وأماكن، البحر فيها ممهد، يعني الفندق اللي أنا نازلة فيه والبحر بتاعه جميل ممهد. المنطقة دي منطقة غوص، اللي بيحب بقى يعني ينزل فيها بيشوف طبعا الشعاب المرجانية الموجودة، حتى هما محددينها دي بقى تلاقي بيها أسماك وشعاب مرجانية. جميل انك انت تلاقي كمان مكان مخصص لحبيب يلعب كورة، هو مريح طبعا الأطفال وكده. ده بردك فيه كده تكاتب اللي حابب هو يستريح، انزل الفراشات رائعة جدا. ما شاء الله حلو قوي.
ينزلوا فيه المية. يعملوا كده تاني لظهرهم وجسمهم كله، طبعا هما محرومين من الشمس بتاعتنا. الشمس دي جميلة جدا. انا من وقت للتاني بكده بعمل قطع عشان الاجانب احترم الخصوصيه، يعني الهدف ان الواحد يصور الميه، جمال الميه بس وجمال المكان وروعه المكان بصراحه. ده ساعة بعد العصر، ده أحسن بقى وقت معايا لأن انتوا تنزلوا بيه في المية عشان الأشعة فوق نفسها ما تأثرش في الجسم. المية بقى خطيرة. المراكب دي بتتأجر لليوم الواحد، يعني ممكن تاخده مثلا يطلع فوق مثلا المركب طول النهار، فطار وغدا وعشاء وفسحة بقى داخل البحر. أنا بحاول أبعد شوية عن الناس اللي في البحر عشان طبعا الخصوصية وكده. بعد القطارات ممكن تلاقيني عملت قط. بس المية صراحة شايفين مفيش موجة خالص، يعني هي دوبك كده جرايين المية بس. يعني بتقسم البحر في المية على منطقتين، الكور اللي هي الصفرة دي الحبل الأولاني ده بيبقى فيه طول تخطيطي، بعد كده الحبل الثاني خلاص كده مبقاش فيه طول بقى، لما تنتقلي من مكان الكور ده لمكان تاني مبقاش فيه حبل طول تحت مني يعني. للعرايس الجداد اللي هم الحمد لله بصراحة منطقة راقية جدا وأماكن على البلاد ومعاك البلاد البحر بصراحة أمان جدا. المكان هادي من سمعته إن هو هادي كده وظريف ومحبوب، مفيش فيه ضوضاء كتيرة. كمان شايفين كده هنا بس الناس اللي قدامنا في المية دول، مفيش زحمة أو
عمري كمان ما خسرت في الوقت يكون هادي شوية، بس الجو جميل جدا على حد الشوف. في ناس ما بتعرفش تعوم بتحب بقى تستخدم الأحبار دي، تستمتع بيها يعني. بينزل الماي بقى، بينزل شايفين الأطفال الصغيرين. الطائر ده جميل جدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ عروسة ما بين الشطقان وتغني لجبال عليا بلادي يا قرة العين. عندنا السمك والشمس ضاعت عليا، شكله جميل. عروسة ما بين الشطقان وتغني لجبال عليها يلي هارب من الاحزان. بصي لي وانا ببص له، ايه هطير ولا ايه؟ سيبها بقى تستمتع انت كمان. يلا زرو جميل جدا. نسيبه بقى ونكمل مشي. بعض الأسر المصرية موجودة. تمشي كده على البحر وتستمتع بجمال المياه والجو ده جميل.